السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إيمان. هلا سمحت وأتيت معي؟ دوما يا إيمان، ولكن إلى أين؟ يبدو أن راغبا في نصرة مظلوم طرق بابي دون أن يفصح عن نفسه، ولكنه كتب المظلمة في هذه الرسالة. أرى أنني قد أكون سببا هيأه الله سبحانه وتعالى لحله. وهل أتخلى عن ذلك؟ حرام عليك يا دردير. هي حصلت يا ابو زكريا؟ بتهددني بالمنجل؟ حتى لو موتني الخضار بعته وهاخد ثمنه. يا ناس، بيبيع لي الخضار معطوب وهيجبرني ادفع ثمنه؟ اكيد فسد عندك. فسد عندي يا راجل يا جشع. احفظ ادبك يا ابو زكريا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الامر؟ الراجل الجشع ده بيبيع الخضار نص معطوب. لا تصفه بالجشع يا ابا زكريا، فلم تثبت إدانته بعد. نحكم العقل ونحكم في الأمر بهدوء. أكل. جيت له أرجع له الخضار اللي أخدته منه من يومين، رافض ياخده وبيطالب بثمنه. هل كنت تعلم أنها معطوبة؟ أنا بعت له الخضار سليم، وبعدين أنا تاجر كبير يا أمان. البياعين اللي بياخدوا مني أشكال والوان، حتى المحاصيل أشكال والوان، هفتكر إيه ولا إيه؟ إذا كنت تعلم وبعتها له فالبيع مردود. نستشهد باثنين من أهل الزراعة في الفسطاط. إلى من تحتكمان؟ حجاج الخضر. حجاج؟ كامل ابن وائل. كامل، ما رأيك يا حجاج؟ معطوبة. منذ متى؟ حوالي 3 أيام. 3 أيام؟ نعم. وأنت يا كامل؟ أيوة 3 أيام. 3 أيام؟ أيوة 3 أيام. إذا كنت تعلم، رحم الله الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إذ حكم بأنه إذا كان البائع يعلم عيبا وكتمه فالبيع مردود بالعيب. الحكم لك إذن يا إمام. هبعت الحمالين يحملوا الخضار. عذرني يا أبو زكريا. شكرا يا إمام، نصرتني. نصرك عثمان بن عفان. بس هجيب خضار تاني منين؟ من الدردير. نعم، الآن عرف حقه وحقه، وهذا لحصد الثمار لا لرؤوس الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.